Hello. And when do you have your next course starting? It's going to be 12th of August. Are you interested in popular Arabic or modern standard Arabic? I think I'm interested in both. The modern standard Arabic is going to be from 11 to 2. Local Arabic from 9 to 11. From Monday to Thursday. Okay. And are there any activities planned? Yes, we have many activities and it's all in the board. عندنا في الاي لاي هنا احنا بدأناه من حوالي سنة. طبعا احيانا بنستعين ببعض الاجزاء او الشوتس في الافلام او في بعض البرامج الاخبارية او بعض البرامج التعليمية. احنا نقدم الحوار المناسب لمستوى الطالب، طبعا من مستويات مختلفة، وده بيتطلب احيانا اننا الغي الصوت تماما واحط صوتي انا او تعليق انا او نص اللي هو النص التدريسي بتاعي على الفيديو المتصور. طبعا عندنا حاجات من كده كتير، خاصة من قنوات، مش عايز اقول يعني قنوات مختلفة المصرية وغير المصرية، بناخد منها يعني الاخبار، الموضوعات الساعة.